ومن يتحمل مسؤولية صعوبة الأوضاع الاقتصادية برأيه؟ رؤية السياسات اللي الحكومة متبنيها، سياسات ممكن أي ناظر للاقتصاد المصري الآن، محلل اقتصادي، يرى أن هناك نسبة نمو اقتصادي، لكن أنا بقول لهم ما تنسوش أن في آخر سنة 2010 كان النمو الاقتصادي على ما أعتقد وصل ل 8%، وانه كانت كل الدول بتتكلم على نقدها للتجربه المصريه، كانوا بيتكلموا اقتصاد ناهض ومناخ جيد جدا للاستثمار، وقامت الثوره. ليه؟ لان النموذج الاقتصادي اللي كان مطبق قبل الثوره ما كانش فيه عداله في توزيع عوائد التنميه، فكانت التنميه اللي موجوده تنميه تصب عوائدها على فئه قليله، 5 مليون، 10 مليون، والباقيين ما بيتوزعش عليهم عوائد التنمية أو بيتوزع عليهم الفتات. احنا طالبين نموذج اقتصادي مختلف، عوائد التنمية تنزل بشكل عرضي على الطبقات الأكثر فقرا وتستهدفها، وتستهدف الطبقات الأكثر فقرا أكثر ما تستهدف أي طبقة أخرى. هذه السياسات حتى هذه اللحظة لم تطبق، وبالتالي معاناة الفقراء في مصر اللي أنا عبرت عنهم في البرلمان، وقلت إن القرارات الاقتصادية الأخيرة مع إنها في وجه وفي تحليل اقتصادي ممكن تكون خطوات جريئة، إلا إنها نزلت 20 مليون مصري من تحت حد الفقر لتحت حد الكفر، ونزلت 20 مليون مصري من طبقة وسطى لتحت حد الفقر. إذا لم ينظر تنظر الحكومة المصرية لطبقة الفقراء في مصر خلال الأربع سنوات القادمة من حكم الرئيس السيسي، أنا رأيي احنا عندنا مشكلة كبيرة.